لك هدوء والا قسما بالله العظيم ورقه واحده ما بوزع. اصبحنا واصبح الولد لله. الحاج ودوتي انت وياها عشان توزع الورق. يلا انس الوقت عم يمضي، وزع الورق بقى. لك وين المي؟ بسرعة أبو عبد الله. تفضل يا سحنة. تسلم ايديك. اشربي شوية مي. هدي وروقي أعصابك يا حبيبتي. أنت منيحة بس متوترة. أكيد حترتاحي بعدين نحن كلياتنا معك. أنسة خايفة كثير وحاسة حالي قلبي رح يوقف. من شو خايفة؟ المادة اليوم كثير سهلة. خلصنا بقى حاجتك دلع وميعة. أنسة لو سمحتي البنت متوترة، يا ريت نتركها شوي لحتى تهدى وتعرف تكتب. دلع بنات وكلام فاضي. شلون هلا قرأتي؟ أحسن أنسة. صرتي أحسن؟ طيب حبيبتي هلا بتمسكي هالورقة وبتقري سؤال سؤال وبتجاوبي على كل سؤال لحاله. حاضر أنزل. يلا حبيبتي. سكوت حاجة وتوتي. يا بنت يا بنت اطلعي قدامك. لك صحيح إنه قلي الأدب ترباية وما بتفهمي. حاسة ما عم بتنقل. لك العمى بعيونك العمى، أنا شفتك بعيوني. عيونك ورتك لشوف. أنسة ما بنعرف نركز من كتر ما عم تصرخي. بالله شو؟ بس ما أكون أزعجتك حبيبتي. أنسة حل المسائل بدون تركيز، وأنت طلطقت كعبك وصوتك ما عم يخلونا نركز. إيه اسكتي اسكتي، ناقصي تفقيس وحكي بلا طعمة. أنت اللي بآخر مقعد، حاجتي حواليكي، خصينا بقى. وأنت ليش عم تبكي؟ ايها شو بعمل لك يعني بنقلك اياها؟ والله حلوه بس قولي لي اخرتي. الله يخليك والله العظيم كنت محضره كثير. ما بالي من قله الدواء. اكتبي اكتبي حبيبتي اكتبي حاجتك اكتبي. مسألة عليها 15 علامة، إذا ما تذكرت بقية القانون بتروح على هيك اللي بالصيدلة. وبلا الصيدلة تخلي معها القبالة ما بتنقصي. شو؟ جبلية المدينة. أستاذ حتى بقاعة الامتحان في خيار فقوس. شو قصدك؟ يعني أستاذ إذا بدك تنقل هالدلوعة أنت نورة شبر ما عندنا مشكلة نحن أبدا، بس نقلنا كلياتنا يعني بتكسر فينا ثواب. فيني وملكة الحكي. شو ترتيبك أستاذ؟ مراقبين آخر زمان. بس أنت وياها. لا تطلعي شويتين ناكل أسئلة. التنقيل لناس وناس. ما بحب الأخضر الأستاذ.